لا تهيئ لي كفن ما مت بعد، لم يزل بين أضلعي برق ورعد. والله يا كويتيين، والله يا جمهور الكويت، لو تشكرون من اليوم الباكر، لو تسهرون على شكر نواف ما توفون حقه. ويقول لك من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ضربة زاوية للمنتخب العماني ملعوبة إلى منطقة الجزاء، هذه خطرة. علي الحبسي طلع، خلاص الثواني الأخيرة، علي الحبسي طلع، الكل موجود في منطقة جزاء الكويت، حتى الحبسي. الكرة باليمين، ملعوبة عرضية بالراس، وصلت لعمان. الله يا نواف، الله يا نواف، الله يا نواف، عملاق عملاق نواف اليوم، وكرة ملعوبة عرضية.